ومعنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من الدوحة الإعلامي العراقي السيد حسين دلي. مرحبا بك سيد حسين معنا. نبدأ من سقوط قتلى جدد في صفوف المتظاهرين في محافظة النجف، كيف تقرأ ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وتحية لجمهوركم الكريم. حياك الحقيقة أولا يجب أن نضع فرشة لموضوع الاحتجاجات. يبدو أن تطور هذه الاحتجاجات والمظاهرات أو الانتفاضة كما يسميها البعض تتطور نوعا وكما نوعا بمشاركة فئات متعددة من الشباب، شيوخ العشائر يقفون معها ويسندونها. هناك تنوع كمي، عدد المحتجين يزداد شيئا فشيئا. الآن لا نتحدث عن مئات بل نتحدث عن آلاف. هناك الآن 5 محافظات عراقية، لم تعد البصرة وحدها هي التي تقود الاحتجاجات بل تطورت إلى النجف، واليوم سمعنا كربلاء ناهيك عن بابل وميسان والديوانية. بالنسبة لما حدث في النجف التي يبدو أنها المنطقة الأكثر سخونة بعد محافظة البصرة، بعد يومين من اقتحام مطار النجف، واليوم تتحدث بعض الأنباء الحكومية عن عودة المطار لطبيعته، يبدو أن التطور الغير محسوب للأجهزة الحكومية قادها إلى تصرفات وردود فعل غير محسوبة. عدد القتلى اليوم الذي شهدته مناطق في المحافظة، تدعي بعض الأجهزة الحكومية والأمنية أن المتظاهرين أو المحتجين حاولوا مهاجمة مقار في بعض الأحزاب، وطبعا ليس خفيا أن هذا الأحزاب غالبية محسوبة على الحشد الشعبي والتي تتحكم برقابة معارضة النجف، ويبدو أن أحد هذا المقار تجرأ الحراس وصوبوا النيران نحو المحتجين وقتلوا عددا منهم ناهيك عن الإصابات. الاحتجاجات ربما هي الأوسع نطاقا في تاريخ جنوب العراق، ربما لم تعد هي كما ظهرت قبل أسبوع أو يزيد، هي مجرد مظاهرات تطالب بالخدمات، ويبدو أنها تتسع. نعم، مطالبها تتبلور وتصبح سياسية، ومطالبة بإقالة المسؤولين عن هذه المحافظات، ومطالبة بتعديل النظام أو الطريقة التي تتعامل فيها الحكومة العراقية مع الشعب العراقي، وليست الخدمات موضوع الكهرباء والماء إلا أول هذه المطالبات. من أجل ذلك مجلس محافظة البصرة حذر من فقدان السيطرة على الأوضاع في داخل المحافظة، إلى أي مدى يدل ذلك هذا التصريح، تصريح مجلس محافظة البصرة، على حجم التظاهرات وقوتها؟ الحقيقة موضوع البصرة هو الأكثر اشتباكا وتعقيدا من بين كل المحافظات. كثير من الناس يعرف أن محافظة البصرة هي تضم 60% من احتياطات النفط في العراق. هذه المحافظة التي تنام على بحيرة من النفط هي الأسوأ خدماتيا في محافظة الجنوب العراقي. الاحتجاجات هي كانت الشرارة الأولى من هذه المحافظة الكريمة التي عانى أهلها معاناة شديدة. لم تفلح 15 سنة الماضية الحكومات والوعود التي سيقت لهذه المحافظة بأن الوضع سيتغير، واليوم كما شاهدنا في التصريح الأخير الذي صدر قبل ساعة تقريبا عن مجلس الوزراء والحكومة حيدر العبادي بأنه أمر بصرف 3 مليارات إلى هذه المحافظة. إذا كانت الحكومة تمتلك هذه المليارات، لماذا لم تصرفها قبل الاحتجاجات وقبل هذه المظاهرات؟ اليوم تبدو وكأن الحكومة تتصرف بردود فعل غير منضبطة، وكأن المسألة هي إسكات لهؤلاء المحتجين وترضيتهم بإعطائهم المال، وكأن المحافظة خلال الفترات الماضية والسابقة من الوضع السيء الذي عانته لم تدفع المسؤولين الحكوميين سواء من المحليين من المحافظة ومن المحافظة أو الحكومة المركزية في إعطائها ولو أقل الحقوق من المستحقات التي ينبغي بمثل هذه المحافظة أن تناله. ولذلك تصرف الحكومة محاولة إسكات هذه الانتفاضة التي أعتقد أنها لن ترضى بهذه الالتفات المتأخرة من الحكومة. إذن هل تعتقد أن رقعة التظاهرات من الممكن أن
تزداد في الأيام المقبلة مع تردي الأوضاع في المدن العراقية جميعها دون استثناء؟ اليوم دخلت محافظة كربلاء كما قيل في وسائل التواصل الاجتماعي على خط هذه الاحتجاجات، ولا ننسى طبيعة محافظة كربلاء ومحافظة نجف لها خصوصية في الجنوب العراقي كونها تضم ما يسمى بالمرجعيات الشيعية والمراقد، وهذه المرجعيات لها تأثير كبير على نسبة كثيرة من الناس. أعتقد أن الآن كثيرون ينتظرون ربما تتحرك بعض الأمور في محافظة بغداد العاصمة، وإذا ما تحركت بالاتجاه الصحيح ولم يخترقها لم تخترق الأحزاب أو من تسمى المرجعيات أو الحركات التي خرجت بانتفاضات محددة في أوقات سابقة للحصول على مكاسب سياسية، أعتقد لو تجردت هذه الاحتجاجات من كل هؤلاء المتسلطين عليها أو الذين يحاولون التسلق على منصاتها، ونظمت هذه الاحتجاجات نفسها بتنظيم عفوي جيد، فأعتقد أن المطالب ستتجاوز ما يحلم به العراقيون، وربما تدفع بقية المحافظات المتخوفة من هذه الاحتجاجات بفعل تاريخها وصداقاتها مع الحكومة العراقية وردود أفعالها ربما تتطور كما ونوعا أكثر مما كنا نظن، وقد تؤدي إلى ما يتوقع كل العراقيون من إزالة هذه المنظومة التي تتحكم برقابهم وتنهب ثرواتهم. عبر سكايب من الدوحة الإعلامي العراقي حسين دلي، شكرا جزيلا لك.